السلام عليكم. هذه أيضا رجم حقا غريب أمر هذه الرجوم، فهي هنا دائما نجد الفتحة، ها هي سوف ترون الفتحة، ها هي انظر، ها هي تم فتحها أو فتحت لأسباب الطبيعة الله أعلم. ها هي تلة مدفنية بامتياز، ها هي هذه تلة الرابعة التي نجدها هكذا. انظر كيف مبنية، يضعون صخور هكذا ثم هذا هو السقف. لكنها تم نهبها من وقت الاستعمار، استعمار الفرنسي للأسف. المستعمر لم يترك شيء إلا ونهبه. ها هي مفتوحة من الأعلى، انظر كيف تم. ها هي تلة أخرى صغيرة هنا، هذه تلة صغيرة وهذه الكبيرة. هذه تم هدم سقفها، انظر قلب سقف تلة. ها هو المكان، جميل جدا وساحر وغني بكل ما تريده، كل ما تحتاجه تجده في هذه المنطقة. إذا أردت الاستجمام فهي منطقة مميزة وتستحق الاستجمام فيها والتجول واستنشاق الهواء النقي بعيدا عن صخب المدينة. ها هي انظر مكان، ها هي تلة صغيرة وتلة كبيرة منهوبتين للأسف. هو كان جميل جدا. هو سوف أمشط هذا المنطقة كلها لعلي أجد أي شيء مهم نستفيد منه. شكرا لكم، انتظروني إلى الفيديو القادم إن شاء الله.